بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفصل ذكر الشيخ رحمه الله هذه الفرق لأنها ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيسألهم عما قالوا في حقه سبحانه وتعالى وفي حق كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا يجيبون ربهم سبحانه وتعالى في جواب الرب؟ يعني ماذا تجيبون ربكم إذا سألكم عن مقالاتكم وعن مخالفاتكم؟ لا بد أن تستحضروا هذا الموقف، وهذا من باب التذكير لكل مسلم بأن ما يقوله وما يفعله وما يصبر عنه لا يذهب سدى، بل هو محفوظ، محفوظ عليه ومدون ومشهود عليه، وسيحاسب عنه يوم القيامة. فهذا مما يوجب على الإنسان أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا ولا يتمادى به الهوى والانتصار للنفس والرأي لئلا يرجع إلى الحق قبل فوات الأوان. نعم. سيختصم يوم القيامة عند الله أهل الحق وأهل الباطل. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميد، يسحر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، إلى آخر الآيات. ثم قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا جزاء الفريقين يوم القيامة، هذين الخصمين. نعم. الفرقة الأولى حكمت على ربها بعقولها وبفكرة الأذهان، لم يتبعوا وحيا ولا كتابا ولا سنة، وإنما حكموا على الرب بعقولهم وأفكارهم، فنفوا عن الله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعمة الجلال، وخالفوا كتابه وسنة رسوله. وطائفة اتبعت الكتاب والسنة ووصفت ربها بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، تقيدوا بالكتاب والسنة. لا بد من موقف الفريقين عند الله يوم القيامة. نعم. سمت مذهبها معقولا، مذهب المعقول، وتركوا النقول وقالوا إن المعقول أضبط و يفيد اليقين، وأما المنقول فإنه يفيد الظن،
يدخل في هذا الكتاب والسنة. نعم. نعم، نحن حكمنا العقول، وأما النصوص فهم فريقان، فريق أولها يعني صرفها عن ظواهرها بالتأويلات، وفريق فوضها وقال الله أعلم بمراده بها، وهي في نفس الوقت لا تدل على معان وليست على ظاهرها، ونحن لا ندري ماذا يراد بها، ففوضوها إلى الله. على هذا يكون القرآن لا فائدة منه، معزول. على هذا يكون القرآن معزولا، لأنه إما مؤول وإما مفوض، ولا يدل على شيء عندهم. نعم. قال فقلنا إن لكم إذا قلنا وأكد قال من كذلك قالوا في الرب سبحانه وتعالى نفوا العلو والاستواء على العرش، ونفوا أن يكون الرب داخل العالم أو خارج العالم، أو أن له مكانا، هذا وصف المعلوم، هذا هو وصف المعلوم عنده. نعم. وعلى من له مثل فلسفه قد عقلت بقائل مكانه. نعم، لأن إثبات العلو والاستواء على العرش عندهم يلزم منه أن يكون الله في مكانه، وهذا باطل عنده. ونحن نقول المكان فيه إجمال، هذا ما ورد في الكتاب والسنة اسم المكان، ولا ما ورد، ولا الجهة، كل هذا ما ورد في الكتاب والسنة نفي ولا إثبات. ولكن نريد بالمكان والجهة العلو فهذا صحيح، هذا معنى صحيح، وإن نريد به داخل العالم فهذا باطل، هذا باطل. نعم، كما سبق المكان والجهة والتحيز هذه عندهم ألفاظ يراد بها حقا ويراد بها باطلا. نعم. فكذلك الاستحقاق بالقرآن قد قاله مثل عظيم الشان. كذلك نفوا عن الله الكلام، قالوا إن الله لا يتكلم، وإنما هذا القرآن كلام البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا إلا قول البشر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول هو الذي قال القرآن في كلام محمد ليس كلام الله، هذا ما قالوه في القرآن. نعم. ورسلته الحق بينه القرآن. أما نسبته إلى الله عنده فهي مجاز، نسبة المخلوق إلى خالقه، وليس نسبة الصفة إلى الموصوف عنده. نعم. وقد كذلك نفوا عنه النزول الذي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا كل ليلة، الدجى يعني الظلام كل ليلة حين يبقى في الليل الآخر، بحجة أن النزول من لوازم الأجسام، وهذا بالنسبة للمخلوقين أما بالنسبة للخالق فلا يلزم منه ذلك، يمكن كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الليل والنهار، وهو القادر على كل شيء، فنزوله ليس كنزول المخلوق، وإنما هو نزول الخالق كسائر صفاته سبحانه وتعالى، ينزل كيف يشاء، الله أعلم بالكيفية. نعم. كذلك نفوا عنه صفات الذات الوجه واليدين
والسمع والبصر وصفات المعاني يقوى عن الله سبحانه وتعالى، لأنها عندهم يلزم من إثباتها التجسيد والتشبيه كما يقولون، ونسوا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، نسوا هذه القاعدة العظيمة التي فيها الحق، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق في أسمائه وصفاته. ليس معنى أنه إذا كان لله هذه الصفات وهي في المخلوقين أن يلزم من ذلك المشابهة أبدا، لا تلزم المشابهة، المشابهة بين المخلوقات، أما الخالق فإنه لا يشبه شيء سبحانه. نعم. وكذلك كنا لهم أصحاب الدنيا لا ترى في هذه الدنيا، ما في الرؤية في هذه الدنيا، هذا صحيح لا يرى في هذه الدنيا، لكن يوم المعاد الثاني هذا باطل، فإنه يرى سبحانه وتعالى، يراه المؤمنون كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. فهم قاسوا الدنيا، قاسوا الآخرة على الدنيا وقالوا لا يرى في الدارين، هذا باطل، يوازن الفرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا لا يرى، أما بالآخرة فإنه يرى عيانا سبحانه وتعالى. في الدنيا يرى بالعقول والقلوب، لا يرى بالأبصار، وإنما يرى بالعقول والقلوب إذا تأملت هذه الآيات الكونية وهذه المخلوقات، فإنها تستدل بذلك على عظمة الخالق جل وعلا الذي خلقها وأوجدها، تدل على قدرته وعلى ربوبيته، وعلى هذه رؤية قلبية، أما الرؤية البصرية فإنها تكون في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. كذلك نفوا الحكمة من في أفعال الله جل وعلا، قالوا إنه يفعل ما يشاء بدون حكمة، فهو يفعل ما يشاء، نعم هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن لحكمة، ما يفعل شيء إلا لحكمة، هو حكيم، وصف نفسه لأنه حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأمور في مواضعها المناسبة. هم يقولون لأنه يفعل لمجرد المشيئة فقط وليس للحكمة، لأن إثبات الحكمة في أفعال يقتضي التشبيه ويقتضي أن هذه الحكمة هي التي أثرت فيه سبحانه حتى عمل وفعل ما فعل، ونقول هذا كلام باطل، هذا تعطيل لصفة عظيمة من صفات الله وهي الحكمة التي وصف بها نفسه لأنه حكيم، والحكيم هو الذي يتقن مصنوعاته فليس فيها خلل، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، يضع الخير في مواضعه ويضع الشر في مواضعه، هذا هو الحكيم. نعم. وهذا عند الأشاعرة ينفون الفتنة يفعل الله ويقولون أنه يفعل بمجرد المشيئة فقط، ولذلك يجوزون عليه أن يعذب أهل الإيمان وأن ينعم أهل الكفر، يجوزون على الله أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل المؤمنين النار، يجوزون عليه أن يحرم العسل والطيبات وأن يبيح الخمر والخنزير والزنا، يجيزون هذا على الله سبحانه وتعالى لأنه يفعل لا لحكمة، وهذا من أبطل الباطل، يقولون لمجرد المشيئة فقط. نعم. وكذلك
كفى بذلك نقصا للرب سبحانه وتعالى أن إخلاء أفعاله من الحكمة هذا تنقص لرب العالمين. نعم. يقولون إننا نعتمد في هذه الأمور على عقولنا وعقول أشيائنا الذين تلقينا عنهم ولا نرجع للكتاب والسنة. هذا مذهبهم. مسألة التلقي أهل السنة والجماعة يتلقون عقائدهم عن الكتاب والسنة، وأما هؤلاء فيتلقون عقائدهم عن أفكار مشايخهم وأقوال علمائهم، فما قالوه عندهم هو الحق وهو الصواب، وأما ما في كتاب السنة فهذا لا يفيد إلا الشكوك والتشبيه عندهم إلى غير ذلك من الكلام الذي يقولونه. لا. يصفونهم بالمعرفة، يصفون أشياخهم بالمعرفة، وهذه المعرفة مقدمة على ما في الكتاب والسنة. نعم. أوصانا مشايخنا بهذا، قالوا لا تأخذوا بظواهر الوحي بل اعتمدوا على عقولكم وعلى أقوال علمائكم، هذا الذي أوصوهم به، لأن الوحيين لا يفيدان في العقائد. نعم. إذا أخذتم بظواهر الوحيين انسلختم من الإيمان، لأن ظواهر الوحيين كفر عندهم، فمن أخذ بظواهر الوحيين فليس بمؤمن، هذا عندهم. نعم. إن كان عندكم قدرة على التفكير فكروا وقولوا بما تقوله عقولكم، وإن كان ما عندكم قدرة قلدوا الأشياء، هذا وصية مشايخهم لهم، وهذا هو الموجود في كتبهم. نعم. كل فرقة تحذر أتباعها منه، كل فرقة تحذر أتباعها من اتباع الكتاب والسنة، وتحثها على أخذ ما قاله علماؤهم وقادتهم، هذا موجود فيهم في أهل الضلال إلى يوم القيامة، توصون بهذا. نعم. إما اجتهدوا أنتم وإلا قلدوا، وهذا باطل، لأن العقيدة ليست محل تقليد وليست محل اجتهاد، وإنما هي توقيفية على ما في الكتاب والسنة، توقيفية لا يقال فيها إلا بالنص في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست مجال اجتهاد أو تفكير أو تقليد لأحد. نعم. لأجل هذه الوصية نحن يقول عن أنفسنا، نحن لا نحكم الآثار من الكتاب والسنة، وإنما نحكم القواعد المنطقية. نعم.
الآثار هذه أدلة ظنية، والعقيدة عندهم لا تبنى إلا على اليقين، لذلك عدلوا عن الكتاب والسنة وأخذوا بقواعد المنطق وعلم الكلام أنه ما يفيدان اليقين عندهم، وهذا بالعكس، بل إن الكتاب والسنة هما اللذان يفيدان اليقين. وأما آراء الناس وأقوال الناس وتخرصات الناس فإنها لا تفيد إلا الوهم والشك والظن فقط، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. هذا الفريق الأول وهم أهل التعطيل، وهذه مقالاتهم إذا سألهم الرب يوم القيامة، هذا جوابهم لرب العالمين، ولا يقدرون يقولون غير هذا أبدا، يعني أحد يوم القيامة الذي بهرج ولا يكذب ولا يجحد ولا يقول ما قل، ما يمكن هذا، لا بد أن يعترف بما قاله، وإلا تشهد عليه أعضاءه، تشهد عليه الملائكة الحفظ، تشهد عليه السماوات والأرض، لو بغى ينكر ما حصل، جلده يشهد عليه وأعضاءه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تشهد أرجله بما كانوا يكسبون. نعم. هذا الفريق الثاني وهم أهل الآثار عن الكتاب والسنة، إذا سألهم الرب يوم القيامة قالوا يا ربنا قلنا بما قلت لنا، قلنا بما قلت لنا في كتابك وعلى لسان رسول، تمسكنا به وآمنا. نعم. لم يحرفوا كلام الله وكلام الرسول ولم يكتموا ويجحدوا، بل أقروه ونطقوه وأعلنوه للناس واعتقدوه، واعتقدوا أنه هو الحق، وهو الحق الذي لا ريب فيه، لأن الله أنزله لهداية الناس وليتمسك به الناس. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا قال سألهم الرب يوم القيامة عما يقولون، قالوا يا ربنا قلنا بما أنزلت، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فماذا يكون جواب الرب لهم سبحانه وتعالى، وماذا يكون جزاؤهم عند الله؟ نعم. والآخر هو الأكبر ما قد قالكم من غير تفريط ولا كتمان، قال وكلا خير عقيدة لنا عليه وقيل بالأخبار والقرآن. الحكم ما أحل به إلى رأيك هذا هو عقيدتنا، ما دل عليه الوحي، ولم ينتبه إلى ما قاله فلان أو علان حتى من مشايخنا الذين نعظمهم ونأخذ عنهم العلم، إذا أخطأوا لا نأخذ بخطأهم أبدا، لا نأخذ بخطأهم، وإن كانوا أحب الناس إلينا وأوثق الناس عندنا، لكن إذا حصل منهم خطأ عن اجتهاد منهم فنحن لا نقبل إلا الكتاب والسنة. نعم. أراه
لم نتبع الآراء والظنون، وإنما اتبعنا الكتاب والسنة. نعم. آراء الرجال وآراء الناس لا تتفق مع الدين والوحي، لأنها عرضة للخطأ والصواب، خلاف الوحي فإنه صواب قط لا يتطرق إليه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يشكون في القرآن والسنة ولا يتطرق إليهما وهم عندهم أو ظن، لأنهما وحي من الله سبحانه وتعالى محل الثقة واليقين. نعم. آراء هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة مثل ضيق المقاعد، ضيق المقاعد الأثيق التي تخرج من الدبر، أثيق الكريهة. هذه آراء الفلاسفة وآراء علماء الكلام مثل ما يخرج من الأدبار من القبر. أين هذه الريح الخبيثة من روح ومن ريحان، من روح الجنة وريحان الجنة؟ هذا تشبيه بالكتاب والسنة بالروح والريحان، وتشبيه لآراء المخالفين بما يخرج من مقاعد الناس من القانورات والروائح الكريهة، لأنها أفكار تخرج من أدمغتهم ومن مبتكراتهم، فهي مثل ما يخرج من أدبارهم من الخبث، ما دام أن هذه الأفكار مخالفة للكتاب والسنة. نعم. قالوا سرقنا وسجدنا من ضعف عقلك يا عظيم الثاني. نحن قلنا هذا وأنت تعلم، أنت تعلم صدقنا وأنت رقيبنا شهيد علينا، ما قلنا إلا ما تعلمه أنت منا، كما يقول المسيح عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علامهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه مقالة النبي الله عيسى عليه السلام إذا سأله الرب يوم القيامة، هل أنت قلت لبني إسرائيل اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت للناس اتخذوني ابنا لله أو ثالث ثلاثة؟ فيسأله الله يوم القيامة عن هذا أمام العالم، فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فيفضح الله هؤلاء الذين اتخذوا عيسى إلها ومعبودا وابنا لله، فيفضحهم الله يوم القيامة، وسيتنصل منهم المسيح عليه الصلاة والسلام ويبين ما قاله لهم وما أمرهم به، وأنهم خالفوه تركوا أمره. نعم. كذلك هذه الفرق سيكون موقفها مثل موقف النصارى واليهود. نعم. إن معشر أهل السنة هدينا الذين ببدعة، وهو ما أحدث في الدين مما ليس له أصل بكتاب الله سنة رسول الله، ولا سيما في العقائد، أخطر البدع البدع في العقائد لأنها تصل إلى الكفر،
فنحن أبينا أن ندين بالبدع وإنما أخذنا بالسنن. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. نعم، نحن أخذنا بكتابك وبسنة نبيك الذي جاء من عندك بالرسالة وبلغها لنا، فنحن تمسكنا بذلك. نعم. وكذلك رأناه في نفسنا من ناحية الأرض والأعراض. نعم، في وقت الدنيا الناس بحاجة إلى من يناصرهم ويكون في صفهم. نحن لما علمنا ضلالهم تبرأنا منهم ولم نكن بحاجة إليهم، وهكذا صاحب الحق لا يساوم على الحق ولو كان ما عليه إلا هو، لو كان ما على الحق إلا واحد والناس كلهم خلاف فإنه لا ينتهي إلى الناس، وإنما يتمسك بالحق، لأننا لا نريد الحق وإنما نريد الحق، نريد الحق وأهل الحق ولو كانوا كلا. أما التجميع اللي يقولون التجميع وتفسير الأتباع فهذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، يريدون النوعية ولا يريدون الكمية، يريدون النوعية ولو كانت قليلة، ولا يريدون الكمية ولو كانت كثيرة إذا كانت على الباطل. فنحن ليس مذهبنا مذهب التجميع، وإنما مذهبنا مذهب الانتقاء والاختيار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما يبالون بكثرة الأتباع أو قلتهم، وإنما ينظرون إلى المشرب والمأخذ فقط، فمن وافقهم عليه فأهلا وسهلا، ومن خالفهم لم يلتفتوا إليه ولا يعبؤون به. نعم. لكي لا نقع فيما وقعوا فيه الآن بين يديه، لما سألتهم عن أقوالهم وأفعالهم واعترفوا بالباطل الذي هم عليه وواجهوا المصير المؤلم، نحن خشينا من هذا وأسبقنا الخوف من هذا في الدنيا، فلذلك اعتصمنا بالكتاب والسنة ولم نبال بمخالفة الناس لنا وموالاة الناس أو عداوة الناس، وإنما واليناك وأحببناك، تمسكنا بكتابك وسنة نبيك. نعم. اختر لنفسك أي الموقفين، يخاطبكم الآن يقول اختر لنفسك مع أي الموقفين ستكون، هل أنت مع الأولين الذين ضلوا وأضلوا وتركوا الكتاب والسنة وإن كانوا كثيرين وجبد مثل جبد البحر، أو أنت مع أهل الحق وإن كانوا كلا؟ فكر لنفسك وموقفك وما أنت عليه، ولا تغرك الخداعات والدعايات، ولا يزهدك الحق كلام الناس فيه وسبهم لأتباعه وتلقيبهم إياهم بالألقاب المنفرة، لا يزهد في المشركون من قبل يقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الله ما وجد يرسل إلا هذا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هؤلاء يستهزئون بأهل السنة
يتنقصونه ويعيرونهم ويصفونهم بعدم بعد النظر، وأنهم لا ليس عندهم تفكير ولا فقه للواقع ولا إلى آخر ما يقولون. لكن ما يهمنا هذا أبدا، ما دمنا نتمسك بالكتاب والسنة لا يهمنا ما يعيرنا به هؤلاء. لا أقول أن أقعد في هذا الموقف لا بد منه، ما يخرج عنه أحد من الخلايا. فليعمل الناس ما شاءوا في هذه الدنيا، يعملون ما شاءوا، يفسقون ويكفرون ويمكرون ويؤذون أو يصلحون ويؤمنون، لا بد من هذا الموقف الذي تتجلى فيه الحقائق وتذهب فيه البهرجة، تذهب فيه الأساليب، ولا يبقى إلا الحق، ولا ينجو إلا من كان على الكتاب والسنة. نعم. لكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج أول شيء إلى بصيرة، يحتاج أول شيء إلى بصيرة وعلم، ثانيا يحتاج إلى صبر وثبات وعدم تأثر بما يقال في حق أهل السنة والجماعة من التنفير والتشويه، صبر ثبات، ما يتهزهز الإنسان أو يتضعضع عن موقفه مهما، ولا يقبل المساومة أبدا ما دام على حق. نعم. هذان خصمان اختصموا به، سيسأل قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، المسألة ما هي مضيعة، المسألة ما هي كل من كون له يدي ويرغي ليجبد في هذه الدنيا ويصوم ويجول يتكلم ويبطش ويعير ويشب ويشتم وبس تروح كذا، لا، هذا كله يحصى ويعرض يوم القيامة، فلا ينجو إلا أهل الحق والثبات. نعم. هذا من أبعد الشيء، يقولون لربهم قل فتلى وقال نبي فتلى، فنحن أخذنا بكلامك وبكلام نبيك ولم نقبل المساومة عليهم أو آراء الرجال، ولم نتأثر بتعييرهم وتلقيبهم لنا بالألقاب المنفرة، لم يجب، آثرنا طاعتك وطاعة رسولك وقدمنا محبتك ومحبة رسولك على أهل الأرض، وصبرنا على الأذى والتعذيب، وصبرنا على كل ما نالنا في سبيل ذلك. نعم. وحيان الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله جل وعلا. نعم. نعم، يقولون الأمر إليك يا ربنا، أن الجزاء عندك، تجازينا بأعمالنا، إن كنا على خطأ فأنت تجازينا، وإن كنا على الصواب فأنت تجزينا بثوابك. نعم. أفتخذون على جواب المسجد أم تأخذون على جواب الثاني؟ أنتم أيها المخالفون ماذا تجيبون؟ نحن هذا جوابنا إذا سألنا رب العالمين، فأنتم بماذا تجيبون؟ تقولون اتبعنا فلان وفلان وأعرضنا عن كتابك وعن سنة نبيك وعجلناهما عن الاستدلال، وقلنا لا يفيدان
إلا الظن. تقولوا لرب العالمين هذا الكلام يوم القيامة، لا بد أنكم تعتبروا بما قلت. هذا الذي كتبوه في الدنيا في كتبهم أو نطقوا به في دروسهم سيحضر يوم القيامة، سيحضر يوم القيامة ويحاسبون عليه. هذه المسألة بس إنها راحت لها أمامها حساب وعرض وجزاء. نعم، الإنسان مؤاخذ بما يقول وبما يفعل وبما يكتب وبما يصدر عنه. نعم. فتقولون أنا جوار كتب الله أم تعملون إلا جوار الإنسان؟ لكن قال الله قال رسوله تبكيه قلنا اتقرب فلان. لابد أن يعترف بها. إن قالوا اتبعنا كتابك وسنة نبيك كذبهم الله جل وعلا، وإن قالوا اتبعنا كتاب فلان وقال كلام فلان صدقوا في هذا أنهم عدلوا عن الكتاب والسنة واعترفوا بذنبهم، فشقا لأصحاب السعير. نعم. وهو الذي أنزل إليك الكتاب الوحي وقلنا ما يفيد اليقين، والذي يفيد اليقين هو العقل، فقدمنا العقل على النقل. هذا جوابهم يوم القيامة. نعم. لأن الذي قالوه في الدنيا سيجيبون به يوم القيامة، وهم قالوا هذا في الدنيا، قالوا إن العقل مقدم على النقل لأن العقل عندهم يفيد اليقين والنقل يفيد الظن، سيعترفون بهذا يوم القيامة عند الرب سبحانه وتعالى. نعم. إن كان لا يكون جوابه إن كان جوابكم هذا ينجيكم يوم القيامة فامضوا عليه، استمروا عليه، وإن كان لا ينجيكم يوم القيامة فعليكم بالتوبة ما دمتم في زمن الإنكار، ما دامت التوبة تقبل والذنب يبقى والمخطي يقبل رجوعه، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يحملكم التعصب على الاستمرار فيما أنتم عليه، أو تحملكم عداوة أهل السنة إلى مخالفتهم. المشكلة أن بعض الناس إذا صار يبغض بعض أهل العلم وبغض حمله ذلك على مخالفة قوله وإن كان حقا، يبغضون الأئمة ولا يقبلون أقوالهم بسبب بغضهم. حتى إن بعضهم يقول إن دخل ابن تيمية الجنة فأنا لا أريد الجنة. قالوا هذا في بعض كتبه، يقولون أنا ما أريد جنة يدخلها ابن تيمية. طيب ابن تيمية وش سوى؟ ابن تيمية دعاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله نصيحة لكم وشفقة عليكم، لا يريد لكم إلا الخير. يقول يا ناس ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، خلصوا أنفسكم ما دمتم في زمن الإسلام. تقولون ما نقبل، ومن عداوة هذا الشخص يقولون ما ندخل الجنة لو دخلها ابن تيمية، جنة يدخلها ابن تيمية أنا لا أريدها، حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إن كان لا يكون جواب مخلصا الله نصحهم، والله نصحهم نصيحة الحقيقة إذا تأملها الإنسان سبحان الله وجد الإنصاف فيها ووجد الإخلاص فيها. ما جعل الله يطلعهم ولا ما فيهم خير ولا ما نريدهم ولا لا، بل نصحهم وبين لهم طريق النجاة ودعاهم إلى الحق وذكرهم بموقفهم يوم القيامة، وهذه طريقة الناصر.
أنه ما يحمله بغض أعدائه على أنه ما ينصح ولا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، بل يدعوهم وينصحهم ويحذرهم، وإن كانوا يبغضون وهم أعداؤهم ما يمنع هذا من باب النصح للخلق. نعم، فهو في هذا الفصل كما رأيتم تصويره للواقع وتذكيره بالموقف يوم القيامة، هذه نصيحة عظيمة لكل مخالف للكتاب والسنة أنه يصفي حسابه ما دام في هذه الدنيا. نعم، وهذا طريق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما يحمله التعصب وبغضهم على تركهم وعدم نصيحتهم وعدم دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يقولون للمخالفين اشهدوا علينا يوم القيامة عند الله بأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، اشهدوا علينا بهذا أننا نتمسك بالكتاب والسنة، ونحن نشهد عليكم بأنكم خالفتم الكتاب والسنة. نعم، هذه عقيدتنا أننا نثبت العلو لله جل وعلا فوق مخلوقاته، ونثبت له الاستواء على عرشه كما ذكر ذلك لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون أن هذا باطل، أن هذا باطل، اشهدوا علينا أننا نعتقد هذا الذي ترونه باطلا عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتبرأ من هذه العقيدة. نعم، مع علوه فوق مخلوقاته أمره ينزل إلى الأرض، أمر الله جل وعلا ينزل إلى الأرض ويسير فيها، فأمره في كل مكان، وأما هو جل وعلا فإنه فوق الأكوان. نعم، وكذلك علمه سبحانه، علمه في كل مكان، وأما هو جل وعلا فإنه فوق الأكوان مستوى على العرش، فهو مستوى على عرشه، عالم على مخلوقاته، وعلمه في كل مكان وأمره في كل مكان. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فأوامره سبحانه ووحيه ينزل إلى مخلوقاته، وكذلك علم جل وعلا في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، كما أنه ينزل من عنده ما يشاء إلى الأرض كذلك يقعد إليه ما يشاء من أعمال العباد، إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج يعني تصعد، بل على علو الله جل وعلا، لأن الصعود والعروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم، اشهدوا علينا أننا نعتقد هذا،
أنه فوق مخلوقاته وأن أمره ينزل وأن أعمال العباد تصعد إليه. نعم. وأن الملائكة تصعد إليه. وأرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إليه. ثم ترجع إلى الأرض. نعم. إليه قد صعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، عرج به من الأرض إلى السماء إلى أن تجاوز السبع قباب وانتهى إلى الرب سبحانه وتعالى وسمع كلام الرب سبحانه وتعالى. وكذلك المسيح قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال بل رفعه الله إلي، وذلك أن الله سبحانه قبض المسيح ورفعه إليه حيا في روحه وجسمه، فهو لا يزال حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان إلى الأرض ويقتل الدجال ويكسر الصليب كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ثم يموت بعد ذلك ويدفن في الأرض كغيره من بني آدم عليه الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، دل على أنه يموت في آخر الزمان. وأما التوفي إني متوفيك ورافعك إليه فهذا اسمه التوفي موت، وإنما هو توفي قبض مثل توفي النار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كما قال سبحانه هو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، يعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه، يعني من النوم يبعثكم في النهار لأعمالكم. فالنوم توفي، كذلك المسيح توفي من هذا النوع، ما هو وفاة موت، وإنما وفاة قبض. نعم. الأملاك الملائكة تنزل من السماء بالأوامر تصعد إلى الله جل وعلا بأعمال بني آدم. الحفظة تنزل وتحصي أعمال بني آدم ثم تصعد إليه، ثم ينزل آخرون من الملائكة يخلقونه، وهكذا يتعاقبون في كل ملائكة بالليل والنهار يصعدون إلى الله بأعمالهم. نعم. وقد أخبر الله بعد مماتها فرقى إليه وهو الله. نعم. روح العبد إذا قبضت تصعد، فأما نفس المؤمن فإنها يفتح لها أبواب السماء وتنتهي إلى الله جل وعلا فيكرمها، ثم يأمر بنزولها إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما أرواح الكفار فإنها تصعد لكن لا تفتح لها أبواب السماء، بل تغلق دونه ثم تطرح إلى الأرض طرحا والعياذ بالله. من الذين السماء قال سبحانه لا تفتح لهم أبواب السماء أرواحهم لا تفتح لها أبواب السماء، بل تغلق دونها ثم تطرح إلى الأرض طرحا والعياذ بالله. نعم. تشهد على أهل السنة أنهم يصفون الله بأنه يتكلم، ومن كلامه القرآن الكريم، أعظم كلامه القرآن الكريم، تكلم به حقيقة، تشهد عليهم بأنهم يعتقدون هذا. أما أنتم فتقولون لا، القرآن مخلوق وليس هو كلامه، وإنما هو كلام البشر. نعم. هذا الفرق بين المذهبين. نعم.
بالوحي عموما والقرآن خصوصا. نعم. سمع الأمين وهو جبريل عليه السلام، سمي بالأمين لأنه ذو أمانة، سمع كلام الرب سبحانه ونزل به وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. هذا اعتقاد أهل السنة أنه كلام رب العالمين لفظا ومعنى، وليس كلام الله المعنى كما تقوله الأشاعرة دون الحروف. نعم. وإنما هو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. هذا من أفراد كلامه سبحانه وتعالى، أنه كلم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام بكلام سمعه موسى من الله بدون واسطة، بدون واسطة ملك. وهذا من خصائص موسى عليه السلام، ولهذا يسمى كليم الرحمن. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه. نعم. منه إليه بدون واسطة. نعم. بآذانه، سمعه بآذانه، لو سمعه بقلبه، سمعه بآذانه بحرف وصوت. نعم. ونداء. نعم. نعم. نادى موسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نادى، والنداء هو الكلام بصوت يسمع، فسمع موسى عليه السلام كلام الرب سبحانه وتعالى ونداءه. نعم. وواعدناه جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، نجيا. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن قربناه نجيا. النداء هو ما كان بالصوت، والمناجاة ما كان بصوت خفي، النداء ما كان بصوت مرتفع، والنجاء ما كان بصوت خفي. جمع الله الأمرين لموسى عليه السلام، ناداه وناجاه، قربناه نجيا. نعم. نعم. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ناداه نداء سمعاه وأجاب، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فسمع الأبوان آدم وحواء عليهما السلام كلام الرب جل وعلا وأجاباه واستغفراه. نعم. وكتب عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوتهم الثقلان. نعم. يسمع صوت الله جل وعلا الثقلان، وذلك في يوم الحشر ويوم العرض، ينادي بصوت يسمعه من قرب ومن بعد إذا جمعهم في صعيد واحد، هذا في يوم القيامة. والله قال لموسى الله قال لموسى إني أنا الله رب العالمين، لما جاء إلى الشجرة والنار التي يريد أن يستدفي بها ناداه جل وعلا، قال: إني أنا ربك، إني أنا الله رب العالمين. نعم. والله قال لنفسه رسوله: قال لموسى عليه السلام رسوله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله هو الذي قال له هذا وسمعه موسى.
الله تكلم بالقرآن بحروفه وكلماته، حروفه مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، كلمات القرآن وآيات القرآن كلها كلام الله جل وعلا، ليس في القرآن شيء ليس من كلام الله، بل كله كلام الله سبحانه وتعالى. وأما ما يكتب في أوائل السورة المكية وعدد آيات كذا، فهذا من كلام الذين كتبوا المصاحف، وكان السلف يكرهون، كان السلف يكرهون أن يكتب في المصاحف أي شيء إلا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وارسل عليهم أن أثبتوا لله كل ما وصف به نفسه في القرآن، لم يتحاشوا شيئا من ذلك أو يقولوا هذا تشبيه أو هذا تجسيم أو هذا غير مراد، ما قالوا هذا، بل كلموا لله جل وعلا، كلموا لله وأثبتوا له ما أثبته لنفسه دون تدخل منهم. نعم. وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا قران، كذلك يقبلون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في من صفات الله مثل ما يقبلون ما جاء في القرآن، لا فرق، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، لا ينطق عن الأرض، إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث هذا من عند الله جل وعلا، وحي من الله جل وعلا، الدرجة الثانية بعد القرآن. نعم. سواء كان متواترا او احادا لا يفرق، كل ما صح عن الرسول، كل ما صح عن الرسول فانهم يقبلونه من صفات الله جل وعلا والعقيده، ولا يفرقون بين متواتر واحاد كما يقوله المبتدئ، لانهم يسلمون ما عندهم شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، المهم الثبوت، إذا ثبت خلاص. نعم. واشهد عليهم أن قوم نبيهم وسلام رب الأرض للصبيان لو اخرجوا بي لديهم وعلما يملك كفالة المعلوم بالقرآن. اشهد على أهل السنة أنهم يعتقدون أن كلام الله كلام الرسول يفيدان العلم واليقين، لا يفيدان الظن كما يقوله المبتدئ، يفيدان العلم واليقين، المتواتر والآحاد، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول عند أهل السنة، يعتقدون ما فيه وعندهم يفيد العلم واليقين، لا يشكون في هذا. نعم. إيش الله تعني؟ سمعتم الكلام في الكتاب الله وسلم أن حروف مقطعة ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس اسمه ياسين ولا قاف، لا الرسول معروف، في عندكم كتاب جلائل أقسام لابن القيم، فاجئوا شوفون اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ألم يتكلم الله سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عند قول صلى الله عليه وسلم وكيف يكون اسمه موسى قاصدا؟ نعم، موسى لرسالته عموما بدون واسطة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالوحي، إلا في هذا الموقف الخاص وهو موقف
المعراج وفرض الصلوات الخمس عليه فإن الله سلمه بها بدون ورد. هذا حصل مرة واحدة خلاف ما حصل لموسى عليه السلام، فإنه مستمر مع موسى في رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم. نحن لا نصدق هؤلاء ولا رأينا، إنما قالوه وأرجعوا به، وأظن السائل أنه ما شاف ولكن صددهم بما يقولون. من يرى جيف وأكالي اتركوها عما لا تروج عليكم أبدا. نعم. ما حصل ولله الحمد لله الخير، ما حصل إلا الخير. نعم. من يرى جيف وأكالي يبي يحصل يوم كذا، يقولون يبي يحصل كذا وكذا وبي يحصل، فيحتك المدلل الفلاني كل هذه تهريب وتخرص. نعم. هذا من باب يعني الحسد أو البغضة فيما بين بعض الناس. ما في فرقة جامعة، ما في فرقة جامعة. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله نعرفه من أهل السنة والجماعة ويدعو إلى الله عز وجل، ما جاء ببدعة ولا جاء بشيء جديد، ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل أنهم وضعوا اسمه وقالوا فرقة جامعة، مثل ما قال ابن الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا الى التوحيد اخلاص العباده لله سمى دعوته بالوهابيه. هذه عاده اهل الشر اذا ارادوا مثل ما قلنا يمثلون عن اهل الخير بالالقاب، وهي القاب ولله الحمد ما فيها سوء، ما فيها سوء ولا قالوا بدعا من القول. ما هو بس محمد أمان الجامي الذي ناله ما ناله، لا لا، الدعاة من قبل من هو أكبر من الشأن وأجل من علم نالوهم بالأذى. نعم. الحاصل أن ما نعرف عن هذا الرجل إلا الخير، والله ما عرفنا عنه إلا الخير، ولكن الحقد هو الذي يحمل بعض الناس، وكل سيتحمل ما يقول ويفعل. والرجل أخضع إلى ربه، الواجب أن الإنسان يمسك لسانه، ما يتكلم بالكلام البذيء والكلام في حق الأموات، حق الدعاة إلى الله، حق العلماء، يعني سيحاسب عما يقول يوم القيامة، يحمله الاندفاع والهوى إلى أنه يتكلم في الناس يجرح العلماء، إلا بخطأ بين واضح. أنا أقول الآن هؤلاء عليهم أن يجيبون لنا الأخطاء التي أخطأ فيها هذا الرجل، إذا جاءوا بها ناقشناها وقبلنا ما فيها من حق وردنا ما فيها من باطل، أما مجرد اتهامات وأقوال هذا ما هو من شأن أهل الحق. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الله رحمه الله: واشهد أيها المبتدع المخالف
بمنهج السلف تشهد على أهل السنة أنهم يرون أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العلم واليقين، هذا مذهبهم. وأما مذهب المخالفين فيرون أنها ظواهر ظنية لا تفيد في اليقين. نعم. اشهد عليهم ايها المخالف ايضا لانهم يقابلون تعطيل وهو نفي الاسماء والصفات والتشبيه بالنكران، انهم ينكرون هذين المذهبين انكارا شديدا. إن المعصية والممثل أنها لا تأتي عبادة الرحمن. نعم، إن المعطل لا يعبد رب الموجود بل يعبد عدما، لأن الذي ليس له صفات ليس له أسماء ولا صفات معناه أنه معدوم، فهم يعبدون ربا تخيلوه بأذهانهم وليس هو الرب المتصف بالأسماء والصفات. والممثل الذي يشبه الله بخلقه هذا لا يعبد الله وإنما يعبد ربا مخلوقا خلما، وهذا معنى قوله المعطل يعبد عدما والممثل يعبد خلما، هذا ما يقول إليه مذهب التعطيل والتمثيل، العدم أو عبادة الأصنام. نعم. إن المعقل والممثل لهما فيعطينا عبادة الرحمن. ولهم يعبدون أشياء تخيلوها بأذهانهم ولا يعبدون الرحمن الذي خلق السماوات والأرض الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، هم ينفون هذا. نعم. لا عارف المعدوم لا سبحانه أبدا، وهذا عارف الخرسان. المعطل يعبد المعدوم والممثل يعبد الأوثان، لأن الإله الذي تخيله ليس هو الله جل وعلا، فالله لا يشبه أحدا من خلقه، وهو يقول إنه يشبه خلقه فهذا صنم وليس هو الرب سبحانه وتعالى. نعم. يشهد على أهل السنة أنهم يثبتون ما تنفونه، يثبتون الأسماء والصفات للديان وهو الله، ديان يعني المحاسب الذي يحاسب عباده، الإدانة هي الحساب، الله جل وعلا ديان، ديان يوم الدين، أي أنه يحاسب الخلائق يوم القيامة. هذا هو الديان. نعم. وكذلك الأحكام أخفاء الصفات وهذه من أركان الإيمان. ويثبتون الصفات بألفاظها وبمعانيها وبآثارها وأحكامها، كل هذا يثبتونه لله جل وعلا. نعم. قالوا عليم وهو سعيد ويعلم غاية الإسلام والإعلام. تعليم هذا الاسم يعلم هذا الفعل والأثر، أثر العليم أنه يعلم الإسرار والإعلان، الإسرار الذي هو الشيء الخفي والإعلان الذي هو الشيء الظاهر، فالله يستوي في علمه ما كان سرا وما كان جهرا، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا من آثار اسمه العليم، العليم معناه الذي يعلم، بل العليم هو المبالغ في العلم، فالله جل وعلا عليم
بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء. عليم صيغة مبالغة. نعم. من أسمائه البصير، ومن صفاته أنه يبصر كل شيء سبحانه في مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء ولا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ومن أوصافه أنه متكلم، يتكلم، أنه يكلم من شاء من عباده ويتكلم إذا شاء. فالكلام صفة قديمة حادثة، قديمة بمعنى أن الله متصف بها أجلا وأبدا، وحادثة الأفراد بمعنى أنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. وهو القوي بقوة هي ربه، وعليك يصل يا أخا. ومن أسمائه القوي، من أسمائه القوي، إن الله قوي عزيز، قوته لا يغلبها شيء سبحانه وتعالى. السلاطين الذين هم أقوى البشر بسلطانهم، الله قادر عليهم، يغير من أحوالهم ويتصرف فيهم، وهم سلاطين وهم ملوك، يحول هذا ويملك هذا ويعز هذا ويذل هذا، فهم تحت تصرفه سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن تصرفه مهما بلغ من القوة والسلطان. فلا تغتر أيها السلطان بقوتك وقدرتك، فإن ربك أقدر منك وأقوى منك، وأنت أضعف شيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والوصف معنى قادر بالذات والأسماء أعلام ثبوت إنسان. الأسماء أعلام تدل على الذات، ويشتق من هذه الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة، فالعليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، القوي يدل على القوة، العزيز يدل على العزة، وهكذا. ليست أسماء أعلام محضة فقط، وإنما هي أعلام تدل على معاني وصفات. رحمن يدل على الرحمة، الرحيم يدل على الرحمة. نعم. أسماءه دلت على أوصافه مشتقة من خمس معاني. أسماءه دلت على أوصافه مشتقة من خمس معاني. نعم. كل اسم فإنه يدل على صفة، ويشتق منه صفة، هذا دائما وابدا قاعدة، أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. نعم. وختامه دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأقوال. وكذلك كل صفة تدل على الاسم، الرحمة تدل على الرحيم، و كل اسم، كل صفة تدل على اسم من أسمائه سبحانه. العلم يدل على العليم، السمع يدل على السميع، وهكذا. وأما الفعل فيشتق منه الأمران، يشتق منه الاسم والصفة. فالله يخلق، يؤخذ من أنه يخلق اسم الخالق، وأنه من صفة الخلق أيضا، اسم الخالق والخالقية التي هي صفة من صفات سبحانه وتعالى. يعلم هذا فعل، يعلم هذا فعل، يؤخذ منه إثبات الاسم وهو العليم، وإثبات الصفة وهي العلم. نعم. نعم. ولو كان يعنى به الاخبار عن اثار
فيهم أمطار وربما ولو تنازعنا بهم إخبار عن هذا تنازعنا بفيها مرامي كلها أمور متلازمة اسم صفة فعل كلها يدل بعضها على بعض متلازمة نعم كل هذه الأسماء والصفات تدل على فعله سبحانه وتعالى أنه فعال بما يريد نعم فإن على مذهب المعطلة إذا نفيت هذه الصفات عن الله كما هو مذهب المعطلة بطلت كل هذه الأمور كل هذه الأمور فهذا يدل على قبح بل هذه بما يلزم عليه من هذه اللوازم الباطلة نعم حيث إنهم أنكروا أسماء الله وأنكروا صفاته وأنكروا أفعاله وأنكروا آثارها وأحكامها نعم واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جرى بلا إثمان. اشهد على أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أيها المعطل اشهد عليهم عند ربك أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه لا يتعدون الكتاب والسنة في هذا بخلاف المعطلة فإنهم تجرأوا على الكتاب والسنة نعم واشهد عليهم انهم ظهراء بهم كاولياء المحرمين للاحرام اشهد على اهل السنه والجماعه انهم براء من مذاهب المعطله على اختلاف اشكالهم ليسوا من اهل السنه وليس اهل السنه منهم براء منهم براءة يشهد بها عند الله سبحانه وتعالى كل من عرف مذهبه نعم واشهد عليهم انهم يتغلبون حقيقه التوحيد بالقران وجد حقيقه التوحيد الذي يعنى به اذا قالوا الهذيان تاويل عندهم هو التفسير التأويل عند أهل السنة هو التفسير وأما عند المعطلة فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر وهذا معنى باطل هذا تأويل باطل أما تأويل بمعنى التفسير فهذا هو الحق كذلك يطلق التأويل عندهم على ما يؤول إليه الخبر في المستقبل ما يؤول إليه الخبر في المستقبل هذا أيضا يسمونه بالتأويل قال هذا تأويل رؤياي من قبل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي وقوع ما أخبر عنه في المستقبل فالتأويل الصحيح يراد به معنيان معنى التفسير ومعنى ما يؤول إليه الخبر في المستقبل هذا هو التأويل الحق وأما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا إنما هو عند المعطلة وهو مذهب باطل نعم واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن حقيقة التأويل لا التأويل الباطل لا التأويل الحقيقي نعم الذي دل عليه القرآن نعم الذي يعنى به الذي يعنى به اللفظ من تفسير أو حقيقة ما يؤول إليه في المستقبل لا تأويل الهذيان الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يظنونه ويتخيلونه من غير دليل نعم واشهد عليهم ان تاويلهم صرف عن الموصوف للركان هذا تاويل المتاخرين صرف اللفظ عن معناه الراجح الى المعنى المرجوح هذا اذا كان عليه دليل فهو صحيح
أما إذا كان ما عليه دليل فهو باطل. وهذا الثاني الذي ليس عليه دليل هو تأويل المحرفة والمعطلة، ليس عليه دليل. نعم. وأشهد عليهم ما تقول كانت الوصف وعلى الحقيقة أن لا يمكن. أشهد على أهل السنة أنهم حملوا كلام الله وكلام رسوله على الحقيقة لا على المجال الذي يقول به المتأخرون، فكلام الله حقيقة لا مجال، هذا هو الحق. بل الحق أن القرآن كله حقيقة وليس فيه مجال، لأن المجال يغير ظاهر الكلام إلى معنى آخر. وكلام الله ما جاء للأحاج والألغاز، وإنما جاء للبيان والهداية، فهو على ظاهره، هو على ظاهره وعلى حقيقته. نعم. والمجاز هذا أمر محدث ما كان معروفا عند الصحابة والتابعين وأئمة السلف، ما كان معروف هذا المجاز الذي تقولون. قد يذكرون المجاز بمعنى التفسير، مجاز الآية يعني تفسيره، ولا يريدون به ما يريده المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل، إلى وليس يقولون الاستعارات والكنايات وإلى آخره. كل هذا ينزح عنه كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من إحداثات المتأخرين. نعم. وشد عليهم أنهم حملوا المصروف فعلى الحقيقة إلى المجال الثاني إلا بها من ضرهم بمجال مضطر من جد ومشبوه عليه. كما سبق أنه التأويل إذا دل عليه دليل، صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح دل دليل على ذلك، تعين التأويل، وهذا قليل في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أما أن يقال كل آيات الصفات كلها لا بد من صرفها عن ظاهرها فهذا باطل، فالقرآن لم ينزل للأحاج والألغاز، وإنما نزل للبيان والهداية. نعم. فهو على ظاهره وعلى مدلوله. نعم. فهناك حكمتها بما أمره بغير بتجانب للإثم والعدوان. إذا احتاجوا للتأويل في بعض الأمور ودل على ذلك دليل فهم يقتصرون على ذلك، على هذا الذي لا بد من تأويله وهو نادر وقليل، فليس من ذلك الأسماء والصفات، لا تدخل في هذا، الأسماء والصفات ما تدخل في هذا. نعم. واشهد عليهم أنهم لا يصدقوا نقوم بما قلتم من الفرقان. نعم. هذه مسألة التكفير، أهل السنة والجماعة والحمد لله من أبعد الناس عن التكفير، إلا إذا قام الدليل على كفر من اتصف به، وإلا فهم أبعد الناس عن التكفير، فلا يحكمون بالكفر على أحد إلا من كفره الله في كتابه أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فهم يكفرون بموجب الكتاب والسنة لا بموجب الأهوى، ولا يقولون كل من خالفنا فهو كافر كما يقوله المبتدعة، كل من خالفهم فهو كافر، حتى إنهم يكفر بعضهم بعضا والعياذ بالله، كفروا بعضهم بعضا. ما السنة والجماعة فهم الحمد لله على المنهج المستقيم، يخطئون ويضللون من خالف لكن لا يكفرون إلا بدليل، فإن كان له عذر في تأويله لأن كان جاهلا أو كان مقلدا لغيره أو كان متأولا فإنهم يدرؤون عنه التكفير حتى يبين له ويوضح له، فإن أصر على ما هو عليه بعد البيان وبعد الحجة حكموا عليه بالكفر لأنه لا عذر له حينئذ،
لكن هم لا يبادرون بتكفير كل من خالف وكل من أخطأ وكل من ما يبادرون بتكفيره حتى يقيموا عليه الحجة والبرهان، فإن أصر وعاند حكموا عليه بالكفر لأنه قامت عليه الحجة. فهم يتحفظون في مسألة التكفير بخلاف المعطلة والمبتدعة، فإن التكفير عندهم سهل جدا، كل من خالفهم حكموا عليه بالكفر، حتى إنهم حكموا على من تمسك بالكتاب والسنة لأنه كافر، ولا يقرون بالإيمان إلا لمن وافقهم وسار على منهجهم. وهذا ما عليه كل الجماعات والحزبيات الباطلة التي انتهجت مناهج وخططت لأنفسها مخططات، وقالوا من لم يوافقنا ويدخل معنا فهو كافر. هذا منحدر من مذهب الذين من قبلهم. أما أهل السنة والجماعة فهم ولله الحمد على الكتاب والسنة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام بأوامر الدين فإنهم لا يكفرونه لمجرد خطأ ارتكبه أو مخالفة خالفها، حتى ينظروا في أمره هل هو متأول، هل هو مقلد لغيره، هل هو جاهل، فحينئذ يبينون له ويزيلون عذره بالحجة والبرهان، فإن أصر حكموا عليه بالكفر. نعم. وهل عليهم أنهم لا يكفرون بما قلتم من الكفر؟ بخلافكم أنتم فإنكم تكفرون عن السنة والجماعة لا لشيء إلا لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة، فأثبتوا لله الأسماء والصفات. قالوا من أثبت الأسماء والصفات فهو كافر، هذا مذهبهم ومنهجهم. أما أهل السنة فهم لا، ما يكفرون المخالفين لمجرد المخالفة، بل لا يكفرون إلا من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة، وليس له عذر، ليس له عذر من جهل أو تأويل أو تقليد لغيره. فإذا جال العذر حكم عليه بالكفر. هذا منهج أهل السنة والجماعة في التكفير. نعم. إذا أنتم أهل الجهالة عندكم، هذا السبب، ما يكفرونكم لأنكم جهال، والجاهل لا يكفر حتى يبين له ويقام عليه الحجة. نعم. فأنتم ورثتم هذا المذهب عن متقدميكم وظننتموه حقا وسرتم عليه، هذا جهل منكم تعذرون به إلى أن يبين لكم ويوضح لكم. نعم. إذ أنتم أهل الجهالة عندكم لستم في كفر ولا إنكار. الجاهل ما يدري عن شيء، لا يقسم عليه بكفر ولا إيمان لأنه جاهل، ما يعرف الإيمان ولا يعرف الكفر، فهذا لابد يبين له ويوضح له وقام عليه الحجة حتى تنقطع معذرته. نعم. لا تكون لكفر ولا إيمان، لا تعرفون حقيقة الكفر عنك، لا تعرفون حقيقة الإيمان. هذا حقيقة الجهل، لما يعرف حقيقة الإيمان ولا حقيقة الكفر هذا هو الجاهل، وهذا لابد من البيان.